نشرة رئيسة لأهم الأنباء، أهلا بكم. نبدأها بأهم ما فيها. الخلافات السياسية تعيق إدراج الكابينة، وعبد المهدي يتعهد باستكمالها مجددا. نفي أمريكي لإجلاء موظفين من قاعدة بلد، وترجيحات عراقية بتعزيز وجودها. الخيار العسكري لا يزال مطروحا، يقول ترامب، وإيران تحذر من اشتعال المنطقة. حريق يلتهم وثائق وأرشيف دائرة أحوال المنصور في بغداد، والسلطات تحقق. أهلا من جديد. أخفق مجلس النواب في إكمال الكابينة الوزارية بعدما كان يعد العدة خلال الأيام الماضية من أجل التصويت على مرشحي الوزارات الأربع المتبقية، ورفع المجلس بشكل مفاجئ فقرة التصويت على إكمال تشكيلة الحكومة من جدول أعماله بعد اجتماع مغلق عقدته هيئة رئاسة مجلس النواب مع رؤساء اللجان النيابية، في حين أنهى قراءة مشاريع قوانين متعلقة ببروتوكولات في العلاقات الخارجية للعراق. لن نضع في جدول الأعمال نقطة أو فقرة ما لم يتم تنضيجها والاتفاق عليها بشكل كبير. هذا لا يعني بأن الاتفاق سيحصل 100%، وهذا لا يمكن أن يحصل حتى داخل قبة البرلمان. إنما اللي يحصل هنا هو عملية تنضيج لبعض الأفكار والآراء. رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أكد أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تعهد بتقديم مرشحي الوزارات الشاغرة هذا الأسبوع. الفقرة كانت موجودة في جدول الأعمال، ننتظر من الحكومة إرسال الأسماء. بعد التواصل مع الحكومة الأسماء الآن معروضة أمام الجهات لتدقيقها من الشروط المطلوبة للترشح للوزارة، وخلال هذا الأسبوع أكد رئيس الحكومة خلال هذا الأسبوع سيتم إرسال الأسماء إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليها. طالب تحالف الفتح بضرورة إخراج الدرجات الخاصة من المحاصصة السياسية وإيكال الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء لاختيار المرشحين وفق شروط التدرج الوظيفي والمهنية والنزاهة. وأكد المتحدث باسم التحالف أحمد الأسدي أهمية إلغاء الفوارق بين رواتب الموظفين والمسؤولين من أصحاب الدرجات الخاصة وإلغاء الامتيازات الممنوحة لهم. يعلن تحالف الفتح تأكيده على ضرورة إخراج الدرجات الخاصة من المحاصصة بين الأطراف السياسية، وإيكال الأمر إلى رئيس ومجلس الوزراء لاختيارهم وفق شروط التدرج الوظيفي والمهنية والنزاهة. ثانياً، يطالب تحالف الفتح السيد رئيس مجلس الوزراء بتفعيل قانون سلم الرواتب بحيث يتضمن رواتب ومخصصات الدرجات الخاصة بالشكل الذي يلغي الفوارق الفاحشة التي يلمسها المواطن بين رواتب الدرجات الخاصة وما يحظون به من امتيازات وبين باقي الموظفين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المرجعية الدينية وما أشارت إليه في خطبتها الأخيرة بضرورة تقليل هذه الامتيازات والحرص على تنفيذ العدالة في أهم قضية تتعلق بالمواطنين وهي قضية الرواتب. ثالثاً، يطالب تحالف الفتح السيد رئيس مجلس الوزراء بالإسراع بإكمال الكابينة الحكومية، ونحن ننتظر في مجلس النواب متى تصل إلينا هذه الأسماء لنتوجه للتصويت عليها.
أثار عدم إدراج استكمال الكابينة الوزارية في جلسة اليوم جملة من التساؤلات عما يحدث في الغرف المغلقة لتقاسم المناصب. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير الآتي. بعد أن استشاط غضبهم ضد تقاسم الدرجات الخاصة بين الأحزاب السياسية، تفاجأ العراقيون بقرار مجلس النواب رفع فقرة إكمال الكابينة الوزارية من جدول أعمال جلسته، يزيدهم ذلك إحباطا ويأسا. سبب تأخير الكابينة الحكومية حسم قضية الدرجات الخاصة، لا زالت هناك ضغوط وهناك شيء من التوافقات على دولة رئيس الوزراء بتشكيل حكومته وأيضا تمرير هذه الدرجات الخاصة. على الرغم من الوعود التي أطلقها السياسيون للشعب بأخذ البلاد إلى مرحلة جديدة، إلا أن ما تحقق على الأرض هو دخول الأحزاب السياسية مرحلة ثانية من المحاصصة وتقاسم المناصب أكثر تطورا وتغلغلا في مؤسسات الدولة، وهو ما ينبئ بوضوح انهيار وشيك لها. كان من المفترض أن تكون هناك ضوابط محددة لاختيار هذه الدرجات الخاصة، لكن غياب هذه الضوابط ووصولنا إلى مرحلة المحاصصة، والمحاصصة الضيقة حقيقة هو من أوصل هذه اللي أوصلنا لهذه المرحلة. قانون الدرجات الخاصة وضع في عهد عبد السلام عارف خشية تأثير التعيين الاعتباطي والحزبي على سير أعمال الدولة، في حين يعمق سياسي اليوم التحزب داخل المؤسسات من أجل اكتمال مسلسل تقاسم السلطة في العراق. أما الآن ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من بغداد العاصمة عضو مجلس النواب النائب فيصل العيساوي. أهلا بك سيد فيصل. إذن يعني المجلس حتى هذه اللحظة يبدو بأنه يخفق المرة تلو المرة في إكمال ما تبقى من الكابينة الوزارية، يعني وتم رفع التصويت على إكمال الكابينة من جلسة مجلس النواب لهذا اليوم، بالرغم من أن يعني وزارة التربية ووزارة العدل ربما كانا في طريقهما إلى الحسم هذا اليوم. نعم، شكرا لكم ولمشاهديكم الكرام. اليوم مجلس النواب حقيقة كان حريص من بداية تشكيل الحكومة على ضرورة إكمال الكابينة الحكومية وعدم تركها بهذا الشكل، وعدم ترك مؤسسات الدولة ووزاراتها مشلولة، لأنه اليوم حتى وإن كانت هذه الوزارات تدار بالوكالة فهذه الإدارة هي إدارة ضعيفة وغير كفوءة وغير جدية وغير قادرة على القيام بكافة المهام. ومجلس النواب حقيقة ضغط أكثر من مرة على الحكومة لضرورة تقديم الأسماء. الحكومة تقدمها تأخذ تصويت، ما تأخذ تصويت تكون الحكومة قد أدت اللي عليها، لكن ما يوسف له ومن شهر شباطل الآن الحكومة لم تحرك أي ساكن لتقديم الأسماء إلى المجلس لحسمها. وبالتالي كانت جلستنا في الأسبوع قبل الماضي أو في الأسبوع الماضي أنه تحددنا في جلسة السبت الماضي أنه أول فقرة من هذا السبت ستكون التصويت على الكابينة الحكومية كوسيلة ضغط بعد الرسائل الكبيرة اللي وجهتها الكتل ووجهها الشارع ووجهتها المرجعية ووجهها رجال الدين بضرورة حسم الكابينة. حددنا السبت اليوم كفقرة أولى إكمال الكابينة، لكن ما يوسف له أنه سمة التردد اللي اتسم بها السيد عادل عبد المهدي وسمة عدم الحسم وسمة عدم الجرأة في اتخاذ القرارات والذهاب إلى مجلس النواب لإكمال، لكنه استدرك كل ذلك سيد فيصل. السيد عبد المهدي يعني استدرك كل ذلك بتعهده لرئاسة البرلمان ممثلة بالسيد محمد الحلبوسي باستكمال ما تبقى من الكابينة هذا الأسبوع. هل ذلك ربما يحوي اتفاق من نوع ما؟ يعني هو بالحقيقة أكثر من مرة وعد من هذا النوع ويعني وعد من هذا النوع وتكلم بكلام مشابه بالإعلام أو في الاجتماعات، لكن هذا التردد وغياب الرؤية وغياب الحزم وغياب قدرته على حتى تحقيق التوافق بين الكتل يعني حقيقة يخلينا نتألم لهذا الوضع ولا نستبشر خير بأن هذه الحكومة قادرة على حسم الملفات الكبيرة اللي أمامها ابتداء من الكابينة الحكومية إلى عشرات الدرجات الخاصة إلى مئات الدرجات العليا إلى عشرات الهيئات. هذا كل حقيقة يحتاج إلى حزم وإلى قدرة وإلى بناء تفاهم وإقناع للكتل. أما بهذا الشكل حقيقة الحالة تنذر بقلق وتنذر بأنه ستكون اختيارات الهيئات غير موفقة وسيكون اختيار الوكالات غير موفق، لأنه ما لم يكن حازما قويا جريئا باتخاذ القرارات وتحقيق التوافقات فهو لن يستطيع حسم هذه الأمور. ومن ثم اليوم حتى في الدرجات الخاصة لما قدمت رئيس الوزراء بالأسبوع الماضي قدم 67 درجة ووضعت على جدول مجلس الوزراء،
كمدراء عامين في وزارات الدولة المختلفة، مما يؤسف له مع أن الدستور العراقي والاتفاقات والرسائل دائما كانت تتكلم على ضرورة التوازن الوطني، كانت جميع هذه الدرجات من طيف واحد، من مكون واحد، من لون واحد، وهذا الموضوع حقيقة يعقد المشهد. اليوم هناك استئثار، آلية الخروج من ذلك المأزق سيد فيصل، ما آلية، هل سيتم اللجوء إلى الاتحادية للخروج من ذلك، مغادرة ذلك المأزق، مأزق الدرجات الخاصة، يعني خاصة أن مجلس النواب يبدو بأنه ماض في تمديد فصله التشريعي لمدة شهر؟ اليوم احنا أمامنا نص قانوني يتكلم عن 30 حزيران ستتوقف صلاحية جميع المناصب، جميع من يشغلون المناصب بالوكالة، وسيتوقف حتى مخصصاتهم، حتى رواتبهم راح تتوقف بنص الموازنة اللي خليناه في موازنة 2019. وبالتالي احنا أمام نص قانوني حاكم، شقد ممكن نعبر هذا الناس، شقد ممكن نعالج المشكلة قبل الوصول إلى هذا التاريخ. حقيقة هذا يتوقف على قدرة رئيس الوزراء على الحسم والوصول إلى مجلس النواب. ما شاهدنا اليوم من مجلس النواب هو حقيقة استعداد واضح للتصويت على ما سيأتي من الحكومة إلا إذا كان فيها خلل فاحش. يعني اليوم حقيقة سمعنا كثير من الكتل، من الشخصيات تنازلت عن بعض القناعات أو بعض الرؤى اللي كانت تحملها وتنادي بها تجاه بعض الوزارات أو المرشحين، لكن على رئيس الوزراء أن يغتنم هذه الفرصة ويتقدم إلى مجلس النواب ويأتي بنفسه ويأتي يجيب ملفاته كاملة، المستشارين، الوكلاء، رؤساء الهيئات والأربع وزراء الباقي. بدأ الحديث ربما يعني باللجوء إلى الاتحادية، مثل هكذا حديث وارد للخروج من هذا المأزق سيد فيصل على ما يبدو حتى هذه اللحظة، خاصة أن الفتح أخيرا حذر أو طالب بضرورة إخراج الدرجات الخاصة من دائرة المحاصصة. يعني احنا نخشى انه هذا خطاب جميل، لكن نخشى انه هذا الخطاب المقصود به الخروج من قضية التوازن الوطني، وهذا اكيد اذا اختل التوازن الوطني سنلجأ الى الآليات الدستورية سواء كانت في مجلس النواب او في المحكمة الاتحادية. لكن اليوم ما نراه في مجلس النواب، اذا تأخرت الحكومة او تلكأت او حصل ارباك في ملف الكابينة والدرجات الخاصة، حقيقة اليوم هناك توجه في مجلس النواب بالذهاب إلى أبعد من ذلك والذهاب بخطوات سحب الثقة من الحكومة، لأنه اليوم إحنا أمام 8 أو 9 أشهر من تشكيل الحكومة ولم نحسم أي ملف بشكل جذري، ابتداء من الملف الأول اللي كان يفترض أن يحسم بالجلسة الأولى أو على أقل تقدير بالشهر الأول من تشكيل الحكومة، وهو ملف تشكيل إكمال الكابينة الحكومية. نعم، عضو مجلس النواب النائب فيصل العيساوي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد العاصمة، شكرا جزيلا لك. الأخبار مستمرة. تراجع رئيس كتلة سائرون حسن العقولي عن طلب الاستقالة الذي قدمه إلى رئاسة البرلمان، عازيا الأمر إلى ما أسماها بالضغوط السياسية. بناء على البرنامج الانتخابي اللي وعدنا به أبناء الشعب العراقي، طبعا بالتأكيد هناك بعض الصعوبات اللي تمر بها العملية السياسية، والالتزامنا أمام الشعب العراقي قدمنا طلب استقالة، وأخوتي من كل الكتل السياسية، رؤساء الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب كانت وقفتهم وقفة أخوية مشرفة بالنسبة لي، أعتز بها كثيرا، وبعون الله سأراجع هذا الطلب الذي يقدم وهو طلب الاستقالة، سأراجع هذا القرار إن شاء الله. شكرا لكل الأخوة، لكل أبناء البلد، ممثلين عن الكتل السياسية لهذه الوقفة، وشكرا جزيلا. وكان رئيس كتلة سائرون قد أعلن استقالته خلال مداخلة له في جلسة البرلمان اليوم، داعيا أقرانه للعمل على تغليب مصالح الشعب، كذلك العمل على خدمة العراقيين. من هنا أعلن استقالتي من عضوية مجلس النواب، وأتمنى على أخوتي في أعضاء مجلس النواب العراقي أن يكملوا المسيرة، ولعله تتحقق هذه الأمنيات للشعب العراقي المظلوم، وشكرا جزيلا. سيد النائب، سيد النائب، هذا الأمر يعرض، سيد النائب،
نفت القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية التقارير حول إجلاء موظفين أو قوات من قاعدة بلد الجوية، مؤكدة أنها تقيم دائما سلامة وأمن جميع أفراد القوات الجوية، كما ستضع التدابير اللازمة في حالة وجود مزيد من التهديدات. وقال العقيد كيفن ووكر في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لقيادة القوات على موقع تويتر إن العمل في قاعدة بلد الجوية مستمر بشكل طبيعي، والادعاءات بإجلاء بعض الأفراد خاطئة بشكل قاطع، مؤكدا أنه لا توجد خطط في هذا الوقت لإجلاء أي فرد من تلك القاعدة. وكانت مصادر عسكرية كشفت عن استعداد القوات الأمريكية لإجلاء مئات الموظفين من قاعدة بلد العسكرية بمحافظة صلاح الدين. وأوضحت المصادر أن نحو 400 متعاقد من شركتين أمريكيتين يستعدون لمغادرة قاعدة بلد التي تستضيف قوات أمريكية بسبب تهديدات أمنية محتملة. في المقابل نفى قائد القوات الجوية العراقية أنور حمامين نية الإجلاء لموظفي قاعدة بلد الأمريكيين. تعليقا على أنباء سحب واشنطن موظفين من قاعدة بلد، كشف أعضاء في مجلس النواب عن معلومات مؤكدة تفيد بزيادة عدد القوات الأمريكية في العراق، فيما عبر آخرون عن رغبتهم بكبح تلك الزيادة خشية تحويل البلاد منصة للاعتداء على دول الجوار. التواجد الأمريكي راح يكون أكثر من السابق من كل النواحي، إذا كانت هو مهتم من ناحية التدريب، ولكن من وجود العسكري راح يزداد، وخصوصا خلال هذه الفترة القادمة سنشهد هذا الموضوع بشكل واضح. التواجد الأمريكي موجود، قوات مسلحة موجودة في العراق، لكن إن شاء الله مع الخيرين مع الوطنيين أن يذوب هذا ويقل ويضمر يوما بعد يوم، حيث لا نسمح بالاعتداءات ولا نكون مكان أو أرض للاعتداءات على دول أخرى. كشف عضو مجلس النواب النائب حامد الموسوي عن تواصل شبه يومي بين الحكومتين العراقية والأمريكية متعلقة بالمساحة المتاحة لبغداد العاصمة في تعاملها مع إيران. سمعت شخصيا من السيد عادل عبد المهدي أن هناك تواصل شبه يومي مع الحكومة الأمريكية فيما يتعلق بمدى المساحات التي يتمتع بها العراق في تعامله مع العقوبات الاقتصادية. أدان عضو مجلس النواب النائب وليد السهلاني محاولة بعض الجهات السياسية ضرب الاستثمار في العراق من خلال عرقلة وجود بعض الشركات الأجنبية في البلاد. وضع مجموعة من الحواجز لبعض الشركات الاستثمارية التي تستهدف إلى حركة الاقتصاد العراقي، هذا أمر غير مقبول وغير صحيح. بعض الجهات التي تحاول أن تضع حقيقة المصالح الشخصية والمصالح الحزبية من أجل أن تغلب تلك المصالح على مصلحة الوطن، وهذا أمر غير مقبول وغير صحيح. العراق اليوم لا يتقدم إلا من خلال وجود الاستثمار، والاستثمار النوع الذي يحرك البنية الاقتصادية للعراق على مختلف القطاعات، موضوع الشركات النفطية، موضوع الشركات الاستثمارية، حينما يثار عليها بعض الأمور من قبل جهات مغرضة بطبيعة لها تستهدف العراق وتستهدف المواطن العراقي وتستهدف التنمية في العراق. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الخيار العسكري تجاه إيران لا يزال مطروحا، مؤكدا أنه في حال تخلى الإيرانيون عن برنامجهم النووي فإنه سيكون أفضل أصدقائهم. لن نسمح لإيران بحيازة سلاح نووي، وحين يقبلون بذلك سيكون لديهم بلد غني وسيكونون سعداء جدا وسأكون أفضل أصدقائهم. أأمل أن يحدث ذلك، ولكن إذا تصرف المسؤولون الإيرانيون بشكل سيء فإنهم سيمرون بفترة بالغة السوء. لنأمل أن يكونوا أذكياء، وإذا تمكنا من إعادة إيران إلى سكة إعادة الإعمار الاقتصادي سيكون ذلك أمرا رائعا. بيد أنه في الانتظار سنواصل ونفرض عقوبات إضافية. في المقابل هدد الجيش الإيراني الولايات المتحدة من أي هجوم على أراضي إيران، متوعدا بعواقب مدمرة للمصالح الأمريكية في المنطقة. وقال العميد أبو الفضل شاكرتشي الناطق باسم هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية إن إطلاق رصاصة واحدة باتجاه إيران سيشعل مصالح أمريكا بالإضافة إلى حلفائها في المنطقة.
أعلنت البحرية الهندية نشرها سفينتين حربيتين في الخليج العربي وخليج عمان على خلفية استهداف ناقلتين نفطا من جهة مجهولة خلال الأسبوع الماضي. وقال المتحدث باسم البحرية داليب كومار إن السفينتين الحربيتين نشرتا في الخليج العربي وخليج عمان لتنفيذ عمليات تأمين الملاحة البحرية ومرافقة السفن التجارية الهندية، بالإضافة إلى التنسيق بين الأطراف المعنية، مضيفا أن السلاح الجو الهندي نفذ عمليات استطلاع في تلك المنطقة. الأخبار مستمرة. التهم حريق نشب بدائرة أحوال المنصور في بغداد العاصمة الوثائق والمعلومات الورقية الخاصة بمراجعي تلك الدائرة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية التحقيق بأسباب الحريق. وتمكنت فرق الدفاع من إخماد الحريق في وقت متأخر بعد أن ذاب كل شيء بداخلها، لكن الداخلية أكدت أن المعاملات كافة محفوظة داخل أنظمة وحواسيب مركزية معدة لذلك الغرض، فيما دعت المواطنين إلى مراجعة الموقع البديل في جانب الكرخ. في بغداد خرج المئات بتظاهرة نددت بأداء الحكومة والبرلمان وجددت مطالبها بتوفير الخدمات الأساسية وفرص العمل. رفع المتظاهرون لافتات تندد بالفساد داعين إلى إكمال تشكيل الكابينة الحكومية التي تخلو من وزراء الداخلية والدفاع والعدل والتربية، كما أعلن المتظاهرون تضامنهم مع تظاهرة أهالي البصرة. من يتحمل هذا التأخير للكابينة الوزارية هم البرلمان العراقي والحكومة العراقية، يعني والكتل السياسية، الكتل السياسية ما متفقة فيما بينها لإكمال هذه الكابينة. يعني من شكلت الحكومة ولحد هذه اللحظة يعني هي شغلة بسيطة، تكملة الكابينة الوزارية ما سوانيها، لا شلون الحكومة هي قادرة على فعل شيء لرفع معاناة العراقيين. اليوم التظاهرات تمركزت في سوح الاحتجاج المركزية أكثر منها في الحراك المناطق اللي نشاهده في بغداد والمحافظات على مستوى الأقضية والنواحي بعد الفترة الزمنية اللي منحتها الحركة الاحتجاجية للسلطات التشريعية والتنفيذية بالبدء بالبرنامج الحكومي اللي طرحه رئيس مجلس الوزراء، لكن للأسف هناك تلكؤ يعني واضح للشعب العراقي، هناك إحباط لدى شريحة واسعة من المواطنين بسبب هذا التلكؤ. لهذا اليوم يعني قررنا أن نجتمع مرة أخرى في سوح الاحتجاج المطالبة بالإسراع في تشكيل الحكومة والانتهاء من موضوعة المحاصصة. اليوم متوقفة ومتعرقلة كل الأمور بسبب المحاصصة الطائفية. في تظاهرة كبيرة وسط مدينة الحلة مركز محافظة بابل احتشد المئات للمطالبة بالخدمات والقضاء على الفساد والمحاصصة الطائفية. هاجم المتظاهرون الحكومة المركزية وتقصيرها في توفير الخدمات الأساسية الضرورية كالكهرباء والغاز، كما طالب المحتجون باستكمال الكابينة الوزارية. تتزامن التظاهرة مع تظاهرات مماثلة خرجت في البصرة احتجاجا على انتشار البطالة والفقر وتردي الواقع الخدمي. كان أكو مواعيد يعني بانتظار تطبيق البرنامج الحكومي، للأسف الشديد يعني ما جرى أنه البرنامج الحكومي جرى يعني غمطه يعني والتلاعب به. يعني الان مطالبه الكتل اللي تتطلب يعني انه عندها موقف من قضيه البرنامج الحكومي ان تطالب باستحضار باستجواب رئيس الوزراء وكابينته على ما يجري. اهالي بابل مستمرين بالتظاهر بلا كلل ولا ملل، احنا مطالبنا ما لها سقف ولا لها حدود، احنا عندنا بلد انباع، عندنا وطن انسرق، عندنا وطن انسرق من ناس من ميليشيات من ناس بعيدين كل البعد عن الوطنيه، احنا اليوم هذا صوتنا نحب نوصله لكل الشرفاء بالعالم كله. بابل أسيرة الفساد، عندنا محافظتنا هاي مناصب دا تنباع وبابل بدون اي خدمات.
نظمت رابطة محاضري وخريجي نينوى تجمعاً للمطالبة بتعيينهم أو تحويلهم إلى عقود وزارية، مؤكدين تعرضهم لإهمال كبير من المسؤولين والجهات المعنية. وشدد المحاضرون المجانيون في تربية نينوى على ضرورة إنهاء صفة العمل المجانية المفروضة عليهم وإنصافهم إسوة بأقرانهم في المحافظات الأخرى. كانت لنا وقفة من رابطة محاضري وخريجي نينوى للمطالبة بتثبيت المحاضرين أو تحويلهم إلى عقود. طبعا الدولة دائما قصت هاي الشريحة هذه اللي لا تسأل عليها، لا حد يقول هذولا شلون يعيشون، شلون يروحون، شلون يداومون، يقدمون خدمة لأبنائهم، مو بس هاي أبنائهم هم يداومون مدارس، هذولا المحاضرين عايزون يقدمون لهم خدمة، يعطوهم 125,000. شنو هي 125,000؟ يعيش بها هو هذا المسؤول، يعيش بها 125,000. نطالب الحكومة العراقية، نطالب رئيس الوزراء، نطالب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، نطالب جميع نواب محافظة نينوى، نطالب جميع النواب العراقيين الشرفاء، نطالبهم بتحويل هذه الشريحة أو تثبيتهم أو تحويلهم إلى عقود وزارية. احنا محاضرين مجانيين، علما اني خريج اكثر من 12 سنة. اولا احنا متضررين من العمليات العسكرية اللي صارت، هاي صور بيوتنا المدمرة، حكومة ما تضحك علينا ولا تقول لنا منو انتم. عادل عبد المهدي نطالب بمقابلة الرئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان الحلبوسي، نتمنى انتظرونا غير نظرة العطف. هذه النشرة مستمرة وتتابعون فيها أيضا. حادثة اعتداء أمن جامعة الأنبار تتفاعل، السلطات تعتقل مدير المتابعة. طالب أهالي الموصل القديمة بمنحهم مبالغ تعويضية ليتمكنوا من إعادة إعمار دورهم المدمرة بفعل الحرب، مؤكدين رفضهم تحويل مناطقهم إلى مشاريع استثمارية. ودعا سكان الموصل القديمة الحكومة والوزارات والجهات المعنية إلى تقديم الدعم والمساعدة اللازمة لهم ليتمكنوا من إعادة إعمار دورهم وإعادة الحياة والحركة إليها. والله هم جو بالشفلات، جو يشيلون هاي البيوت كلها، شالوا بيوت والعالم ما قبلت تشيل بيوت. أنا من الناس جاد يشيل بيتي وقاعد قدام الشفل، قلت له أخي أنا ما أشيل بيتي، أنا أرجع عليه. قال لي أخي الدولة تعوضك هذه، قلت له أخي أنا ما تعوضني، أنا أرجع على بيتي. نحن ما حد يضحي بأرضه وبتراثه وبأجداده، دبيعة وما نريد تغيير ديموغرافي، اريد نحن حقنا كمواطنين بيوتنا ترجع، والما عنده حتى روحوا بيها. بعض الناس نسالهم انه يقول اني مهما افتريت اجي اشوف ارتاح هنا، كل الخراب اللي ظاهر امامكم يعني بس مع هذا العالم ترتاح لانه مسكنه ومرتاحه، وماكو واحد يبيع وطن ولا كو واحد يبيع ارضه ولا بيته. امكانياتنا ضعيفه، امورنا تعبانه، ما عندنا امكانيات حتى نبيعه مقابل نشتري نكمل. يعني ابسط الامور، هذا بيتي هسه اذا ابيعه تفليسيات وين صباح اشتغل؟ اقعد بالشارع. ليش ما ظل قاعد ببيتي وسيطر عليه والحمد لله. احنا هذا بيت ورثه، يعني حصص خمسه بينه، سته، ست حصص، ايش يصيبني انا منه هذا اذا نبيعه؟ يعاني الاف العائدين من النزوح الى مناطقهم المحرره قبل نحو عامين من تبعات الحرب حتى يومنا هذا. إهمال حكومي مستمر وواقع خدمي وصحي لا يرقى لحاجة المواطن البسيط، بالإضافة إلى غياب تام لأبسط مقومات الحياة الكريمة. يعيشون حياة بدائية، فقر مدقع وغياب للخدمات وانقطاع مستمر للكهرباء وانعدام تام للماء. مئات العوائل عادت مجبرة إلى ناحية تل عبطة لتواجه مصيرا مجهولا وواقعا لا يسر عدوا ولا صديق. والله عيشتنا يعني ما حد يعيش بنوبة. التانكي ب10,000 دينار وماكو، انتوسل بيهم توسل.
يملي للجيران، تعرف الزنقيل يملي ما يدير بال، نحط جوا سطلة شيء بس يعني بحيث يوم يومين يكفينا هيك، وسبحنا وقسينا كله ما يمر. ما حد جاء سأل قال ايش عندكم ما عندكم، وعندنا بيتنا هذاك تفلش الشفر وقعوا وقت التحرير وما عندنا كل شيء. نحو 60,000 مواطنين في ناحية تل عبطة جنوب غرب الموصل يعيشون واقعا مماثلا لهذه العائلة المعدمة، عادوا متأملين خيرا بعودة الخدمات والحياة، لكنهم تفاجؤوا بإهمال الجهات المعنية لهم وتركهم للمجهول. وضع الخدمة الصحية ماكو، وضع المياه ماكو، وضع الكهرباء ماكو. احنا مو عراقيين، ما ادري، خلي يقولون انتم مو عراقيين حتى نسكت ما نحكي. فرد مرة يعني اهمال، فرد مرة ماكو واحد جاء زار الناحية نهائيا. يعيش هؤلاء الناس في حقبة زمنية انقرضت قبل مئات السنين، فما يواجهه العائدون إلى تل عبطة خصوصا طرق البحث عن الماء وانعدام الكهرباء وغياب الخدمات يؤكد بما لا يقبل الشك أنهم يعيشون في القرن 17 أو 18 على أفضل تقدير. اعتدى رجال أمن في جامعة الأنبار على عدد من الطلبة بعد نشوب خلاف بينهم إثر مشادة كلامية، وحسب رواية أحد المعتدى عليهم فإن أمن الجامعة انهال بالضرب على 3 طلاب بآلات حادة، ما أدى إلى إصابتهم بجروح خطيرة أدت إلى نزيف في منطقتي الرأس والرقبة. وبين الطالب المعتدى عليه أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل إن عناصر الأمن في الجامعة واصلوا ضرب الطلبة بواسطة قطعة من الحديد حتى كاد أن يغمى عليهم، الأمر الذي استدعى نقلهم إلى المستشفى. السلام عليكم، أنا محمد عبد الأبطال، كلية حاسوب مرحلة رابعة. أشرح لكم اللي صار وياي باختصار. كنت أسير على شارع الستين، فكان يسير وراي شخص ما أعرفه أراد يجتازني. أنا كنت محصور بسيارة قدامي، بين ما اجتازيتها انطيتها مجال فغلط علي وما أعرف شنو اللي صار بعد. فبين ما وصلت بوابة الجامعة الرئيسية لقيت ينتظرني هو مجموعة من الأشخاص من المتابعة، فنزلون بالسيارة بلشوا يغلطون علي قدام الطالبات، فنزلت علي وضربني وراهم يركضون جابوا بولي من السيارة وبلشوا يضربون بينا أنا وياي ولد اثنين في زعولي. بعدين أخذونا غرفة مسؤولين من دكتور محمد مصلح، فقفل علينا الباب وقال ضربوهم وخلهم خشم ينزف وحاجي ينزف وراس ينزف مدة ساعة حابسنا بالغرفة. بعدين نقلنا للمستوصف، المستوصف قال ما عالجهم مدة تودونا المستشفى لأن حالته خطرة. وهاي الضربة أشوف ياها. رئيس جامعة الأنبار خالد بتال أصدر أمرا جامعيا بسحب يد مدير المتابعة محمد نصلح وموظفين اثنين آخرين على خلفية الاعتداء على طلبة بآلات حادة. الجامعة أعلنت أيضا عن تشكيل لجنة تحقيقية يستمر عملها بشأن الاعتداء، وطلبت حضور جميع الأطراف بالشكل الذي يحفظ الحقوق، فيما ألقت قوات الشرطة القبض على المتهمين بالاعتداء بناء على مذكرة أصدرها قاضي تحقيق الرمادي. جرح 3 مدنيين على يد جهات مسلحة تستقل مركبة مدنية في منطقة التحرير وسط بعقوبة، حيث اعتقلت القوات الأمنية بعد دقائق المسلحين كما يجرى التحقيق بينهم، بينما تشهد ديالى بعض الخروق بين الحين والآخر من قبل مجاميع إرهابية تحاول زعزعة الوضع الأمني فيها. تشهد محافظة ديالى هجمات إرهابية بين الحين والآخر، انتحار حاول تفجير نفسه قبل يومين في قضاء خانقين أدى إلى جرح عدد من الأهالي، فيما شهدت ليلة أمس جرح 3 مواطنين وسط منطقة التحرير في بعقوبة على يد مجموعة مسلحة يستقلون سيارة مدنية اعتقلوا بعد دقائق من إطلاق النار. والله قاعدين بالباب، جت السيارة سريعة عبرت المطبة الأولى، مطبات اثنين موجودات بالشارع، عبرت المطبة الأولى اللي هي يمنى، وقف قال أنا أعتذر، مشى 10 متر، نزل اللي بالصدر وقف ورا 10 متر وقف، نزل اللي بالصدر رمى علينا طلقات. مراقبون للشأن الأمني أكدوا وجود جهات مستفيدة تحاول زعزعة الوضع الأمني وتنقل الهجمات الإرهابية من خارج المدن إلى داخلها،
من خلال تحريك بعض الخلايا النائمة والتي تتغلغل داخل المدنيين وتثير الرعب بينهم. كان هناك أكيد جهات مستفيدة من نقل المعركة والاستهداف ضد المدنيين من مراكز المدن إلى داخل المدن، هذا يعيد قد يعيد المحافظة إلى المربع الأول، ضرب الاستقرار، ضرب بحبوحة الأمن. قيادة شرطة ديالى نشرت آلاف العناصر والسيطرات الأمنية للحد من تلك الهجمات، مشيرة إلى استقرار الأوضاع في الداخل، وهناك بعض الهجمات والمحاولات على أطراف المحافظة والقوات الأمنية تتصدى لها. جميع المدن في محافظة ديالى يعني آمنة ومستقرة، لدينا تحسب فقط المناطق الحدودية، المناطق الشمالية والشرقية، مناطق الحدود مع صلاح الدين ومع كركوك، المناطق الجبلية، هذه نعم يوجد بها خلايا إرهابية هنا وهناك، وتعمل قيادة عمليات ديالى وشرطة ديالى وقوات الحشد الشعبي بمواجهة هذه العصابات ومطاردتهم وملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم أو قتلهم. ويبقى هاجس الأمن الشغل الشاغل للشارع البعقوبي بعد تكرار الهجمات الإرهابية في أطراف محافظة ديالى وقراها. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة. عقدت الحكومة المحلية في الأنبار اجتماعا مع الإدارة في قضاء الفلوجة بحضور عدد من مديري وممثلي الدوائر الرسمية بالمدينة. وأعلن نائب محافظ الأنبار للشؤون الفنية جاسم عسل انطلاق حزمة من المشاريع الخدمية في قضاء الفلوجة لتشمل إعادة تأهيل الطرق العامة والجسور والمباني الخدمية وقطاعات البلدية والصرف الصحي والتربية والتعليم العالي. اليوم على بركة الله نطلق وجبة كبيرة من المشاريع في مركز مدينة قضاء الفلوجة التي شملت كل القطاعات، وأهم هذه القطاعات بلدية الفلوجة التي حظت بعدد من مشاريع تأهيل شارع الثرثار الحولي من تقاطع النافورة إلى مدخل السقلاوية، إكمال تأهيل شارع النسور في حي الشهداء، تأهيل شارع جامع سيدنا عثمان من تقاطع الثرثار للنفوس وتقاطع النفوس وإلى البيضوية، تأهيل الشارع الممتد من وإكساء شارع بين مدرسة سامي جراد والحديقة البيضوية، تأهيل وتطوير شارع كورنيش الفلوجة، تأهيل شارع الثرثار من تقاطع الشارع العام إلى مجسر الحضرة، تأهيل شوارع في حي اليرموك المرحلة والجنوب الفلوجة، تأهيل الشارع الرئيسي في حي الأمين في جنوب الفلوجة، تطوير مدخل مدينة الفلوجة الشرقي وصيانة تأهيل الشارع الرئيسي من سيطرة الموظفين إلى تقاطع الشارع الثرثار مع إنارة الشارع العام، تأهيل شوارع في أحياء متفرقة من الفلوجة، تأهيل الشارع الخدمي للحي الصناعي في الفلوجة، إنشاء أقسام بلدية عدد 2، إنشاء جسور عبور مشاة عدد 3 داخل مركز قضاء الفلوجة، تأهيل الشوارع الخدمة للشارع العام من سيطرة الموظفين، تأهيل شارع 40 من تقاطع الجيش الشعبي إلى تقاطع جامع الفرقان، تأهيل وإكساء شارع العلوة. كشف محافظ بغداد فلاح الجزائري عن حملة أطلقتها الإدارة المحلية لرفع التجاوزات في العاصمة وتوفير السكن المناسب وفق ضمانات الدستور. هناك حملة لإزالة التجاوزات وأيضا تثبيت حقوق المواطنين الساكنين، لأنه المواطن البغدادي وفق الدستور وفق القانون يجب توفير السكن الملائم، وأيضا مثل ما حرية التعبير عن الرأي لازم يجب أن تكون هناك حرية بالسكن. تعاطينا مع الأخوة في مجلس الوزراء على ضمان حقوقهم ووضع ضمن التصميم الأساسي لتقديم الخدمات العشوائية، لا يمكن أن تستمر بهذه الوضع، علينا أن نوفر لهم الخدمات ونحافظ على استحقاقاتهم ونضمن لهم السكن الملائم. ختام هذه النشرة هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. الخلافات السياسية تعيق إدراج الكابينة، وعبد المهدي يتعهد باستكمالها مجددا. نفي أمريكي لإجلاء موظفين من قاعدة بلد، وترجيحات عراقية بتعزيز وجودها.
الخيار العسكري لا يزال مطروحا، يقول ترامب، وإيران تحذر من اشتعال المنطقة. حريق يلتهم وثائق وأرشيف دائرة أحوال المنصور في بغداد، والسلطات تحقق. المزيد من التفاصيل حول هذه الأخبار وغيرها تجدونها على موقعنا الفلوجة.تي في أو من خلال صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب، انستغرام. دمتم بحفظ الله.